بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم شيف رئيسة في حلقة جديدة من مطبخ رئيسة. طبعا معايا النهاردة شيف هدير، هتقدم حلقة إن شاء الله زي الفل. الشيف هدير المصري بإذن الله هتتبسطوا من الحلقة وتكون خفيفة على قلبكم يا رب إن شاء الله. الشيف هدير ما شاء الله عليها ست بيت 10 على 10، بتعمل اوردرات بيتي، طلبات بيتي، اللي يحب الاكل البيتي. طبعا هنزل ارقام تليفوناتها للي يحب يطلب اوردر اكل، فان شاء الله معاكم شيف هدير. اتفضلي شيف هدير، هتقدم لنا ايه النهارده؟ هقدم روزيتو باللحمه المفرومه والبزلة والجزر، مكعبات الجزر مع البصل وكده. وهقدم كمان كروكيت بطاطس باللحمه، كروكيت بطاطس بالجبنه، وهقدم ستريبس. يعني في نوعين مختلفين، كروكيت بطاطس بالجبنه وبقدونس وكروكيت بطاطس باللحمه، وهقدم كمان ستريبس مقلي. طبعا ده الفينش النهائي اللي هي ده التفنيش. ده التفنيش وسلطه خضراء. بسم الله، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. انت هتعملي ايه دلوقتي؟ دلوقتي انا بس عشان الوقت وكده، فانا معصاجه اللحمه بالبصلايه، وبعدين حطيت الجزر والبسله. يعني انت عشان وقت الهوا، فانت عشان الوقت حاجة بس بسيطه قبل يا ريت تشرحيها شيف هدير. حاضر. حطيت بصلايه وبصلايه كبيره، وبعدين حطيت البسله والجزر. بس لما البصلايه خدت تتبيله كده شويه كده هنشوف المقادير ان شاء الله على الشاشه. وبعدين حطيت اللحمه المفرومه، طبعا اخذت اللون اللي هو بيستوي، اللي هو اللون البني بتاعها. المقادير موجوده على الشاشه. الروزيتو دي مقادير الستريبس، نص الكيلو فراخ ستريبس. دي الفراخ الستريبس، نص كيلو فراخ ستريبس. بيبقى عباره نشا. عن معلقه نشا وبقسماط مطحون. ايوه بالظبط. 2 عدد بيضه، وكمان 2 عدد بيضه، وبعدين رشه فلفل اسود، رشه قرفه، طبعا الملح، توم باودر، بصل باودر، ده حسب الرغبه طبعا، والشطه حسب الرغبه، ملح وزيت. ملح وزيت طبعا للقلي. ماشي. الزيت حسب الرغبه، يعني لو بيحب يعمل زبده ممكن. ممكن. لا زبدة لا زيت. لا زيت. لان ده زبده وزيت ممكن. الزبده ممكن تبقى بدل السمنه في الروزيتو. في العصاد. تمام كده. بس. وعامله كمان كروكيت بطاطس، دي كروكيت بطاطس باللحمه وبال الكروكيت. دي عباره عن بطاطس مهروسه. دي بطاطس مهروسه ومحطوط عليها قرفه وفلفل اسود وملح طبعا، ونص كوبايه بقسماط عشان تمسك بعضها. ما تبقاش مفروله معانا. ماشي. وبعدين بنمسكها نكورها ونحشيها ونكورها تاني ونحطها في بيض. وبعدين بقسماط وننزل بيها في الزيت. بيض وبقسماط الطريقه. وننزل بيها في الزيت بعد كده. تمام. طبعا نفس الطريقه بس نفس الطريقه بس اللحمه الحشو مختلف. هو الحشو اللي جوه ممكن يعني يغيروه براحتهم، يعني حسب ما هم عايزين. معانا الكروكيت البطاطس. طبعا المقادير عباره عن بطاطس مسلوقه مهروسه، فلفل اسود وكمون، ملح، قرفه ناعمه، شطه طبعا دي حسب الرغبه، زيت وبقسماط. الحشو بيكون لحمه مفرومه متعصجه وجاهزه، او جبنه بالبقدونس، او ميكس جبنه حسب الرغبه، او شاورما والشيدر والحاجات. يعني الحشو ده حسب الرغبه. بالظبط. الحشو حسب الرغبه. كده هنبدا الفراخ. بدا يستوي. لو البوتاجاز ممكن تبدلي، يعني لو انت شايفاها. بس عشان الرز هحطه. طبعا الشيف هدير ما شاء الله عليها، بتعمل اوردرات بيتي، شغلها في المطبخ ما شاء الله. وان شاء الله الحلقه تعجبكم وتبقى خفيفه عليكم. يا رب. قلبي ال لا دي ممكن اساعدك انا لو انت محتاجه، ممكن اساعدك اقلب لك انا. تسخن بس شويه معايا وهنزل بيها بالرز واسقي وخلاص هسيبها تستوي. ممكن نشوف هدير نقول المقادير تاني عشان ما نسمعش. مقادير الروزيتو عباره عن بصلايه كبيره وبحطها في سمنه، بعدين بقلبها شويه البصلايه تدبل، انزل عليها بالبسله والجزر، قطع الجزر. بعدين عايزه طبق للكروكيت. هتحطي استني ثانيه. ماشي. بعدين بنزل عليها باللحمه المفرومه تتعصب كويس. كل ده مش بنزل بملح، بنزل بس بفلفل اسود وقرفه
وخلاص على كده. لما بحط الرز بنزل بالملح عشان بس الطعم يبقى كويس. طبعا البطاطس على الشاشة شكلها شهي ما شاء الله، يعني بالهنا والشفا اللي بياكل. هنا شوف اللي بياكل ما شاء الله عليها. شوف هدير طبعا محترفه مطبخ، على الفيس صفحه بتاعتها ما شاء الله اكلاتها. انت بتطبخي من كام سنه كده يا شيف هدير؟ انا بقالي 6 سنين في المجال ده. عندي جروب على الواتس اسمه اكل بيتي على اصوله. طب ثواني، معانا تليفون، معانا استاذه اسماء من اسيوط. الو الو، ايوه ازيك يا شيف، انا بحبك قوي قوي قوي. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا غاليه، ربنا يخليك. معلش هو انا ممكن اطلب من حضرتك طلبين بس؟ معلش انا ممكن استبدل اللبن العادي مكان اللبن البودره في الطحنيه؟ ممكن، بس يفضل لبن البودره، يعني يفضل تمام. لبن البودره. هو انا لما بعمل البيتزا بتطلع ناشفه، مش عارفه ليه البيتزا بتطلع ناشفه، لان الفرن ممكن تكون الفرن سخنه، ده اولا. ولو نصيحه مني ليكي، تعملي البيتزا بالبيكنج باودر، يعني العجينه بالبيكنج باودر بتديها طريان اكتر. والفرن بتاعتها يعني المفروض البيتزا ما بتاخدش سوى جامد عشان ما تنشفش، يعني حاولي انك انت تظبطي الفرن. خلاص خلاص تمام. واعمليها نصيحه مني ليكي بالبيكنج باودر، بتبقى احلى وسريعه ومش محتاجه تخمير كتير. يعني انا عن نفسي بعملها بالبيكنج باودر البيتزا. شكرا ليكي يا حبيبتي، شكرا ليكي. دلوقتي انا حطيت الرز ماشي. حطيت الرز مع اللحمه المفرومه اللي بالبسله والجزر والبصل ماشي، وكمان حطيت ورق لورا وعود قرفه. القرفه طبعا بتديها طعم جدا، بتعلي التيست قوي وبتخليها حلوه. بودره الزعفران ممكن نحطها بودره زعفران؟ بصي هو ده يعني في ناس بتعمله بكذا طريقه، بس انا بفضل بالطريقه دي، بتدي التيست حلو. ايوه بتدي تيست حلو. ممكن تساعديني بس؟ ماشي ماشي. بتدي تيست حلو وبتظبط الموضوع. بودره يعني الزعفران برضو بتديها طعم. ده لو بسمتي اصفر. لو بسمتي اصفر بتفرق معايا. انما لو بسمتي بالبهارات كده ماشي. انا هساعد الشيف هدير معلش عشان الوقت. طبعا ما كملتيليش انت الهوايه دي من مامتك؟ هوايه المطبخ من مامتك اكيد طبعا. مامتي وحماتي ما شاء الله. يعني كل ما كنت بحتار في الاول، اول جوازي طبعا، فكنت بتصل بيهم مثلا عايزه اعرف حاجه، عايزه كده. بعدين بقى بقيت الف حاجه عن حاجه يعني. بتبدعي يعني، بتبدعي في. بقيت احط ده مكان ده وده مكان ده. على فكره المطبخ، الميزه اللي في المطبخ انك انت بتتاكدي فيه. وبعدين ده يعني بقى شغلي. فانا بقيت من خلال ده. فبقيت من خلال ده. طبعا هنحط الميه السخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مهلك. انا حطيت الرز خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. مش بس معلش معلش معلش. نبدا نحط في الطاسه. معنا بسم الله الرحمن الرحيم الاستاذ كريم على التليفون. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه استاذ كريم، برحب بيكي طبعا ست كله، وبنرحب الشيف هدير النهارده على الشاشه، منوره الشاشه ومنورين الشاشه كلكم. يا اهلا وسهلا بيك، يا مرحبا، يا اهلا وسهلا بيك. عايز اقول لك اللي انت معاكي مش شيفه بس، انت معاكي اطيب قلب في الدنيا كلها. واضح ربنا يخليك يا حبيبي. واضح من غير ما تقول، والله واضح. والله بكلمك جد يعني، ربنا يا رب يبارك لها ويبارك لها في اولادها وفي جوزها. دي بقى زي ما اقول لك مش اختنا الصغيره. دي كل في الكل عندنا واخر العنقود. ما شاء الله انت اخوها، واضح انك انت اخوها ما شاء الله. ربنا يخليكم لبعض يا رب. ربنا يخليك يا حبيبي، ما تحرمش منك يا رب. كله عايز ابعت لها رساله كده على الهواء قدام الناس كلها، بمناسبه ان عيد ميلادها كان من يومين، بقول لها ان انت بنتي مش اختي، انت قلبي وانت اغلى حد عندي في الدنيا دي كلها. ربنا يوفقك يا حبيبتي يا رب، واكلك زي العسل. كلمات ده كفايه عليك. حبيبي ما تحرمش منك يا رب، وربنا يبارك لي في عمرك وانت سندي بعد بابا وامير، وربنا يخليكم في حياتي يا رب، يديمكم نعمه في حياتي. الكلمات دي كفايه عليك يا دعواتك يا اكل على طول كده من اللي احنا بنحبه على طول. احنا ما بننزلش مصر طبعا، انا مسافر في كفر الشيخ وكده قاعد في بلطيم شويه، بس احنا لما بننزل مصر على طول بننزل عندها على طول عشان تعمل لنا الاكل الحلو اللي احنا بنحبه كلنا يعني. واضح انها ما شاء الله عليها. ما تحرمش منك يا رب يا كيمو. ربنا يخليكم لبعض يا رب. يا رب، اللهم امين يا رب. شكرا استاذ كريم.
طبعا خلاص احنا المفروض نغطي الرز. مستوي. لسه افتح الملح. طيب ثانيه على مهلك. ماشي بالراحه على الملح على مهلك. طبعا شيف هدير زي ما قلت اول الحلقه ان بتعمل اوردرات، ارقام تليفوناتها موجوده على الشاشه. اوردرات اي حد يطلب عادي، عزومه موجود، وجبات رمضانيه، وجبات خيريه، كل حاجه الحمد لله رب العالمين بعملها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. واضح ان اكلك ما شاء الله عليه. ربنا يخليك يا حبيبتي. الفراخ الستريبس دي واضح انها مقرمشه قبل ما عشان فيها نشا، عشان فيها نشا في البقسماط، عشان النشا فيها، فمعلي تست قرمشه فيها شويه. انا بطلعها يعني خليها كريسبي. ماشي فواضح ما شاء الله عليها. عايزه طبق. هنحاول. طيب ثانيه اتفضلي يا شيفاني. طبق الكروكيت اللي انا هحط فيه الكروكيت فيها. ماشي يا غالي. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي تنفع عزومه، تنفع مثلا عايزه تكملي السفره بيها عادي، يعني تنفع اي حاجه. الحشوه اللي جوه ممكن الكروكيت دي الكروكيت بالجبنه. وفي كروكيت باللحمه المفرومه المعصجه، طبعا بتبقى معصجه مستويه لان لان البطاطس طبعا مستويه وكل حاجه، هي يا دوبك بس بتتحط في البيض وبتتحط في البقسماط وخلاص على كده. الستريبس في ايدي ما شاء الله، والله مقرمش فعلا، يعني انا بمسكه بالمعلقه حاساها كده مقرمش مع نفسه عشان النشا. بس انا هساعدك بقى عشان نلحق نعمل جزء من الكروكيت باللحمه. خلي انا طيب خلاص خلصت بس لا مش كلهم عشان الهواء بس. ماشي عشان قدامنا 3 دقايق. طيب ماشي ماشي. بس طيب بقيت الستريبس كمان. ما هو خلاص انا هحاول. ماشي ان شاء الله باذن الله. خلاص كده. طبعا شيف هدير هتشرح لنا للي ما حضرش الحلقه من الاول المقادير، كل طبخه المقادير بتاعتها. مقادير الستريبس عباره عن بقسماط مطحون. شيف هدير التاتش النهائي ده عليك انت. حاضر ضروري ضروري. بعد كده هنغرف الرز. هنحاول ايه قدامنا 5 دقايق. فانا همسك مكانك هنا اساعدك. طبعا شيف هدير بتعمل التاتش النهائي للاكل قصاد الكاميرا. ده الطبق. ذوقي على مهلك وانا هشوف لك الرز. ما شاء الله ريحه الرز فظيعه، القرفه مع التوابل ريحتها تحفه. اقسم بالله عايزه اكل منها علاوه. حبيبتي عايزه اكل منها علاوه والله. بسم الله الرحمن الرحيم. بطاطس كمان بتدي طبقه حلوه جدا مع الكفر اللي بنعمله. طبعا في طبق سلطه اهو. ده لزوم الاكل اللازم. ان شاء الله ريحه الاكل بلا استثناء كله ما شاء الله. معانا ام عمرو من المنوفيه على التليفون. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف هدير؟ حضرتك الحمد هدير لله تمام. خير الحمد لله. اكلك جميل، تسلم ايديكي والله. حبيبتي تسلمي، ما تحرمش منك يا رب. والله اكلك جميل جدا جدا، وبعدين انا اول مره اشوفك ومعجبه بيكي والله. حبيبتي على راسي حبيبتي، تحت امرك في اي وقت. ربنا يخليك. حضرتك منين بقى؟ انا من اكتوبر. اكتوبر. لا ما شاء الله عليكي، حاجات جميله جدا حبيبتي. ميرسي ربنا يبارك لك. لا لا ليكي حاجات على اليوتيوب؟ نعم ليكي حاجات على اليوتيوب؟ لا مش صفحه موجوده على الهواء. هو على الفيسبوك البيج بتاعي هدير المصري. شيف هدير. شيف هدير. شيف هدير موجوده على الهوا الصفحه بتاعتها. تمام. وصفحه موجود البيج بتاعها على الهوا. ايوه هغرف لك الرز ما شاء الله. بس عشان على البيج هدير المصري. لا شيف هدير. شيف هدير سوري معلش. دي حبيبتي الصفحه دي حبيبتي بتعمليها دلوقتي. نعم حاضر.
حضرتك كفته ايه حضرتك اللي بتعمليها دلوقتي عشان انا لسه فاتحه؟ ما هي مش كفته حبيبتي، هي بطاطس كروكيت باللحمه وبطاطس كروكيت بالجبنه والبقدونس. لا بس تسلمي ليكي، حاجات تحفه جدا. تسلمي، ما تحرمش منك حبيبتي، تحت امرك. انا عشان هقرره ماشي عشان الحقيقة. طب هو لسه مستويش؟ في ميه. شكرا. معلش عشان بس الهواء. طب هياكلوه قدامنا؟ لا ما تشغلش، ان شاء الله خير. طب كملي بقى وبعدين نحط. ماشي طيب ماشي حاضر. خلاص طلع بس الكروكيت. معلش معلش يا جماعه الوقت بتاعنا ضيق، ف سامحونا في الوقت الضيق ده، بس ثلاث اصناف ما شاء الله. هم الثلاث اصناف 10 على 10. والله الريحه شايفه دي، طبعا انت متوصيه بقى حبيبتي، فانت مش مقصره صراحه التوابل حبيبتي. تسلمي يا رب. هاتي يا دي، هاتي كده. انا هجيب الكروكيت اللي هناك ودي هنشيلها. ماشي غالية بس كده. طبعا فاضل معانا الرز. هنبدا نغرف الرز بس. ما شاء الله الاكلات كلها احلى من بعضها، طعم وريحه. شيف هدير الله ينور عليها. خلاص انا حطيت هنا، انا حطيت كده. ماشي خلاص ثواني بس. هاتي هنا. ايوه ثواني بس، هنغرف الرز. خلاص الرز استوى. وشيف الرز وجبه متكامله، يعني في لحمه وفي بسله خضار. يعني وجبه متكامله. لا والريحه والله ما شاء الله، القرنفل والفلفل والتوابل ريحته. الفينش النهائي هنا يا شيف هدير. معلش عشان ارضى على الكاميرا. معلقتين اساعدك انا. تمام طيب ماشي. هنا طبعا نشوف هدير للمره الاخيره هتشرح لنا الطريقه مره ثانيه للمره الاخيره. معلش عشان الوصفه مقاديرها كتير. الروزيتو عباره عن رز بسمتي، بجيب معاه بسله وجزر، ببقى مقطعه الجزر مكعبات، بحط بصلايه كبيره في الحله مع سمنه وبقعد اقلب لحد ما تتدبل. بعد ما تتدبل بروح نازله عليها بالبسله والجزر، بعدين بروح نازله عليها باللحمه المفرومه، اعصجها شويه تاخد اللون بتاعها، بعد ما تاخد اللون انزل عليها بالرز، اقلبها تقلبتين. طبعا التوابل معايا على اللحمه والخضار بتبقى قرفه ناعمه وقرفه عيدان ورق لورا، وبيبقى كمان الملح. بعد ما نحط الرز طبعا بنحط الملح، لان ما ينفعش نحط الملح الاول على اللحمه، لازم ننزل بالرز ونقلب، بعدين نحط الملح والميه ونقلب ونسيب الرز. تمام. عايزه اوطي هنا عشان يتحرك. خلاص لا بعدين الكروكيت باللحمه عباره عن بطاطس مهروسه وبقسماط مطحون، بيض، التوابل رشه قرفه، رشه فلفل اسود، ملح، شطه حسب الرغبه، توم باودر، بصل باودر. تمام كده. بتهرسي البطاطس، بعدين بتكوريها وتحطي عليها نص كوبايه بقسماط بحيث ان تمسك نفسها، بعدين بتنزليها في البيض، بعدين بتنزليها في البقسماط تاني تاخد الكفر بتاعها عشان تبقى مقرمشه في الاخر. بعدين بتشوفي التفنيش بتاعك بتعملي ايه. الاستريبس عباره عن نص كيلو استريبس او حسب ما انت عايزه. تمام. بتبقى برضو بقسماط مطحون، وبيبقى معلقه نشا وملح وسنه قرفه، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر. خلاص كده علشان وقت الهواء. عموما ان شاء الله الحلقه تكون عجبتكم. الاكل ما شاء الله ريحه وطعم. ان شاء الله معايا يوم السبت اللي جاي باذن الله الشيف نهله رجب. ان شاء الله انتظروني يوم السبت اللي جاي الشيف نهله رجب معايا ان شاء الله. ويا رب تكون الحلقه خفيفه على قلبكم، ويكون الاكل عجبكم والمقادير استفدتوا منها والطريقه. ونشوفكم ان شاء الله يوم السبت اللي جاي في حلقه جديده من مطبخ رئيسه. انتظروني. شكرا لك يا شيف هدير. شكرا لك يا غاليه. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.